إلا تنصروه فقد نصره الله. والله لن يضروك بأبي أنت وأمي، والله ما ضروا إلا أنفسهم، فلقد آذنهم الله بالحرب، ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك. انصروه بطاعته، انصروه باتباع شريعته، انصروه بالتزام سنته، انصروه باقتفاء أثره، انصروه باتباع هديه سرا وجهرا، امتثالا وانقيادا، طاعة واستسلاما. دافعوا عنه، ردوا أين الردود، صدقوا بما جاء به، أحلوا الحلال وحرموا الحرام الذي جاء في شرعه،